ياسر صهيب العويدي رئيس لجنة الشباب والرياضة ببلدية المنستير. نشكر مرحبا بكم في مدينة منستير اللي تحتضن اليوم الجولة الثالثة للرابطة البطولة الوطنية للكتلات الشاطئية. كبلدية منستير قمنا بجميع التحضيرات لإنجاح هذه التظاهرة. قمنا بحملة نظافة، قمنا بتهيئة الشاطئ، يعني باش قمنا بتهيئة الشاطئ باش نجحوا التظاهرة هذه. مشكورة الرابطة الوطنية لكرة القدم الشاطئية اللي اختارت مدينة منستير باش تحتضن التظاهرة هذه، ومشكورة كيف كيف يعني الرابطة الجهوية ضد كرة اليد. ومرحبا بكم في منستير اللي ديما يعني توقف التظاهرات هذه، والحمد لله يا رب يعني جميع التظاهرات كانت ناجحة فيها. مرحبا بكم.